موضوعنا دلوقتي هو ازاي اطبع ورقة عمل حجمها كبير واتحكم في خصائص طباعتها. لما يكون عندي ورقة عمل طويلة هتنطبع على كذا ورقة ويكون فيها عناوين للأعمدة، هعوز ان الأعمدة دي تتكرر في بداية كل صفحة مطبوعة. ازاي؟ اروح للبيج layout tab وفي البيج setup group اختار print titles. هيفتح لي dialog box اكتب فيها الرو رينج والكولومن رينج اللي هتتكرر في بداية كل صفحة وادوس اوكي. لما بيكون الوركشيت بتاعي كبير بالتالي غالبا هيطبع على كذا صفحة، واكسل هو اللي بيقسمه لصفحات بفواصل اسمها automatic page break. وبما ان الموضوع ده اكسل بيعمله تلقائيا بالتالي ممكن يكون في بيانات مطلوب انها تظهر مع بعض لكن اكسل يطبعها في صفحات منفصلة. علشان نعالج الموضوع ده بندرج احنا فاصل اسمه manual page break بديل للفاصل التلقائي بتاع اكسل ونتحكم في مكانه. طب نعرفهم من بعض ازاي؟ الاوتوماتيك بيج بريك بيظهر كخط متقطع، اما المانيوال فبيظهر كخط سميك متصل. علشان اشوف الفواصل بتاعت ورقة العمل لازم اتنقل لنظام الرؤية اللي اسمه بيج بريك بريفيو. ازاي؟ اما اروح للفيو بوتنز على يمين الستيتس بار وادوس على اخر واحد لليمين اللي اسمه بيج بريك بريفيو، او الطريقة التانية من البيج layout tab ادوس على زرار breaks ثم اختار insert page break. ممكن يطلع لي نافذة ترحيب ثم بشوف الفواصل تلقائيا اللي هي خطوط متقطعة. اي خط منهم لما اقف عليه بالماوس المؤشر يتغير الى double headed arrow، فاذا دست وسحبت يعني dragging اقدر انقل الفاصل للمكان اللي انا عاوزه وبالتالي هيظهر كخط متصل. هنشوف عملية طريقة ادراج فاصل. اول شيء لازم احدد المكان اللي عاوز فيه الفاصل. لو اخترت رو البيج بريك هيدرج فوق الرو، اما لو اخترت كولم البريك هيظهر على شماله. بمقولة اخرى البيج بريك بيظهر فوق الرو وشمال الكولون اللي بختارها، وده يفكرنا بالفريزينج. كل وركشيت بيظهر له تاب فوق الستيتس بار، وبتحرك من شيت للتاني باني ادوس على الشيت تاب بالماوس فيبقى هو الاكتيف شيت. على شمال الشيت تابز عندي مجموعة اسهم اسمها تاب سكرولينج باتنز للتنقل بين الشيتس وبعضها، وفي يمين الشيتس عندي زرار لادراج نيو شيت. في الأول أي شيت بيبقى ليه رقم، لكن من المفضل إني أستبدله باسم يعبر عن محتوياته وده اسمه رينيم أو إعادة التسمية. في ثلاث طرق أعمل بيهم رينيم للوركشيت. الطريقة الأولى هي إني أعمل دبل كليك على اسم الشيت ثم أكتب الاسم الجديد. الطريقة الثانية هي إني أدوس على زرار فورمات واختار رينيم شيت ثم اكتب الاسم الجديد. واخر طريقة هي اني اعمل رايت كليك واختار رينيم. لو عاوز اضيف وركشيت جديد بستخدم الزرار بتاع insert new worksheet ثم بروح للهوم تاب ومن زرار insert اختار insert sheet، او اعمل رايت كليك بالماوس واختار انسيرت، او ممكن طريقة رابعة باستخدام لوحة المفاتيح ادوس
شيفت بلس اف 11. ممكن اميز الورك شيت باني ادي لهم لون معين بحيث اقدر المح الشيت اللي انا عاوزه بسهوله. بختار الشيت تاب واعمل رايت كليك، ثم من القايمه اختار تاب كولر، ثم اختار اللون اللي انا عاوزه. احيانا بحتاج اغير ترتيب الشيتس، يعني انقل الشيت او اني اعمل نسخة من الشيت، يعني انسخ الشيت. علشان اعمل كوبي او موف لاي شيت بختاره، واما اني اعمل رايت كليك او ادوس زرار فورمات. في الحالتين بختار من القايمة موف اور كوبي شيت. بيتفتح لي الموف اور كوبي ديالوج بوكس، بختار منها المكان اللي حنقل امامه الشيت. يعني اكسل بيسألني عاوز تنقل ده قبل اني شيت. لو انا عاوز اعمل كوبي للشيت مش مجرد انقله، لازم بعد تحديد المكان اعلم على المربع الصغير اللي جنب كرييت اي كوبي وادوس اوكي. الاحتمال الاخير في تعاملي مع الورك شيتس هو اني احتاج امسح الشيت او اعمل له ديليت. الفكرة واحدة، هختارها واعمل رايت كليك واختار ديليت، او ادوس زرار ديليت من على الهوم تاب ومنه اختار ديليت شيت. علشان نطبع ورقة عمل بختارها، ثم ادوس الاوفيس بوتن واختار امر برينت. إذا كنت عاوز أطبع كذا شيت أدوس شيفت وأنا بختار بالماوس لو الشيتس متجاورين، أو أدوس كنترول لو الشيتس مش متجاورين.